بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل الـ API Plans للميكانيكال سيل المفرد الواحد بس اللي دايما بنستخدم السائل، مفيش سائل خارجي للتبريد لكن هو نفس السائل بدفع الطرمبة بناخده من الطرد او من السحب. البلان اللي معانا دلوقتي هو بلان 32. 32 انا بجيب سائل نظيف بقى من بره، المرة دي هجيب سائل جديد نظيف خالص من بره معانا. نرجع تابع كده هنلاقي السهم الاسود ده الخط اللي جاي في بلف تحكم صمام فالف، وبعدين ندخل على سترينر، وبعدين في فلو انديكيتور. خد بالكم احنا شرحنا يعني ايه سترينر في اول فيديو، فلو انديكيتور يعني ايه، وبعدين في بلف كنترول اتحكم في الكميه قد ايه، وبعدين بي اي اللي هو حاجه بتقيس الضغط بريشر انديكيتور، وبعدين تمبريشر انديكيتور. كل ده عشان اشوف السائل اللي داخل الميكانيكال سيل ده اخباره ايه، حرارته كام، ضغطه كام، كميته كام، عشان اقدر اتحكم. يبقى دي كلها لها ضوابط. وبعدين ادخل تشيك فالف. تشيك فالف ليه؟ عشان لو حصل والخط ده الفلو توقف فيه لاي سبب ما يرجعش من الترومبه تاني عليه، يبقى عندي تشيك فالف عشان دايما التشيك فالف ده يفتح لما يبقى ضغط السيل اعلى من ضغط جوه الميكانيكال سيل وليس العكس. يبقى انا بعمل ايه؟ بدخل سائل لكن من مصدر خارجي، ودي اول حاله نشوف مصدر خارجي. المره دي مش هياخد من جوه الميكانيكال سيل نفسه. طيب اهو ادي السائل اللي داخل، زي ما قلنا هيلاقي بلف صمام فتح وقفل، وبعدين ده عشان اعزل او معزلش، وبعدين سترينر، وبعدين فلو انديكيتور زي ما شرحنا. طيب تعال نشوفه كده في شكل مجسم. اهو انا جايب من ناحية الشمال كده، اهو ادي البلف دايما صمام دايما مفتوح، هيدخل على تشيك فالف، وبعدين سترينر، بعدين بلف تحكم حاجة تقيس للضغط بي اي، وبعدين تي اي اعرف ضغط الحرارة كام، ادخل ميكانيكال سيل، ومن ظهر الميكانيكال سيل طبعا الضغط السورس الخارجي ده لازم يبقى اعلى، بما ان حاطط تشيك فالف لازم ضغطه اعلى من ضغط الميكانيكال سيل نفسه، يخش ورا الامبلر، ومن ورا الامبلر يخش على السحب. طيب ده عيبه ايه؟ ان انا بدخل سائل خارجي جوه الترومبه، يعني ممكن لو الترومبه دي بتدفع حاجه معينه هيحصل لها تخفيف شويه. تعال نشوف، هنشوفه تاني. اهو مصدر خارجي دخل بلف سترينر، وبعدين فلو انديكيتور حاجه تقول لي الكميه قد ايه، بريشر انديكيتور، تمبريشر انديكيتور، تشيك فالف، دخلت على الميكانيكال سيل ما اختلفناش. شكل تالت عشان نبقى عارفين كل الاشكال بتاعتنا. بتبقى عندي بما ان انا عندي حاجات كتير قوي هقيسها، ضغط وحراره وفلو، واقدر اتحكم في الكميه قد ايه، فالكلام ده كله ممكن يبقى له لوحه تحكم زي اللي احنا شايفينها على جنب دي. ادي الدخول المصدر الخارجي خالص، يخش اتحكم في الكميات اللي انا عايزها، ضغط وحراره وكل اللي انا عايزه، وبعدين ادخله على الميكانيكال. طيب بلان 41 تعال نركز فيه. هنلاقي انا واخد من الطرد، نركز كده، واخد خط اهو من الطرد، داخل على سايكلون. سايكلون طبعا المرفوض من السايكلون اللي هو الخارج السايكلون المرفوض اللي هو فيه شوائب هترجعه على السحب زي ما اتعودنا، وبعدين النظيف هاخده من اعلى نقطه في السايكلون ادخله على مبادل ابرده عشان درجه حرارته عاليه. يبقى انا عملت حاجتين، نظفت السائل اللي جاي من الترومبه وكمان بردته، وبعدين ادخله على الميكانيكال سيل. يبقى اهو ادي اللي سحبته من الطرد دخل على السايكلون، هاخد النظيف اللي من فوق، اهو النظيف اللي من فوق ادخله على كولر، ومن الكولر على الميكانيكال سيل تحت. طب وده الخط الاخير ده المرفوض اللي فيه شوائب ارجعه على سحب الترومبه تاني. تعال نشوفها تاني اهو. يبقى انا نركز، ناخد من الطرد دخل على السايكلون، هنلاحظ ان اللي داخل على السايكلون في شوائب، الخط اللي طالع من السايكلون رايح على المبادل، من السايكلون على المبادل هو من اعلى نقطه في السايكلون، ده نضيف دخل على المبادل اتبرد، وبعدين دخل الميكانيكال سيل، ومن ظهر الميكانيكال سيل على ظهر الامبلر على السحب. طب الخط اللي واخد من السايكلون من تحت ده فيه شوائب، اخده ارميه على السحب تاني لان ده مش نضيف. تاني اهو نفس الشكل بس مجسم عشان الناس تبقى فاهمه الموضوع ازاي. ده ايه ده؟ ده الخط المرفوض، الخطوط الحمراء دي الطرد اللي طالع من طرد الترومبة راح على السايكلون، خدت أعلى نقطة في السايكلون دخلتها على المبادل، وطلعت المبادل رجعتها على الترومبة على الميكانيكال. ايه ده بقى؟ ده المرفوض، ده الخط المرفوض، عشان الناس وهي بتركب السايكلون تبقى عارفة ان النضيف باخده من أعلى نقطة في السايكلون، والمرفوض اللي فيه ديبوزيتس وفيه شوائب من النقطة اللي تحت. فاضل لنا بلان واحد بس هو 41. بلان 41 اهو هو اللي هنتكلم فيه بشكل تاني. اهو الخط الاحمر خالص اللي واخد من الطرد داخل على السايكلون، نفس اللي احنا حكيناه، اعلى نقطة هناخدها على المبادل، واوطى نقطة نرجعها على السحب اللي ده المرفوض اللي هو الخط البني،
واخد خارج الموبايل ادخله على الميكانيكال. سي فيديوهات اللي جايه هنتكلم على البلانز لكن المستخدمه في الدبل ميكانيكال سيل. احنا خلصنا خلاص كده السنجل ميكانيكال.